رجعنا لكم في كلام فيلي للناس اللي تابعوا فينا الكل. نحكيوا على مرض السيدة والناس كيفاش تتعامل مع الشخص اللي عنده مرض نقص المناعة المكتسب. وعادة تعودنا أنه مثل هذه المواضيع كما مرض السيدة أو السرطان ما نتناولوه كان في إطار الأيام اللي يمكن ما نقولوش احتفال، لكن الأيام اللي تكون مخصصة للمرض هذية. هذيك علاش حابين نخرجوا من الستيريوتيب هذية، نخرجوا من القاعدة هذية ونحكيوا على الأشخاص هذوما، ولو ينجموا يكونوا أقلية في تونس، لكن ماذا بينا نعرفوا أكثر تفاصيل كيفاش كانت العدوى، كيفاش الناس تتعامل مع الشخص اللي مريض بالسيدة، أو إذا أنت اللي قاعد تسمع فينا إذا تحطيت في وضعية شخص يمكن حامل للفيروس VIH كيفاش باش تتعامل معه. هذا كل أكيد باش نحاولوا نحكيوا فيه في حلقتنا اليوم. إذا ناخذوا أيمن معنا على التليفون. أيمن مرحبا. مازلنا باش ناخذوا تليفوناتكم على 58 550 706، وكذلك 31 380 ألف. هذوما زوز أرقام اللي مجعولين على ذمتكم باش تتفاعلوا معنا وتحكيوا لنا التجارب متاعكم، رغم أنه المرض هذي كيما قلت لكم غير معدي، لكن برشا ناس تتجنب المريض وتصاب بالهلواس. كان أنت زيدا كنت واحد من ضحايا المرض هذا، أو ما زلت مريض، أو حتى عندك راي فيما يخص موضوع السيدة، نجموا كلمونا وأكيد نحكيه بكل عمق. هذا فضاء مفتوح لكل الناس باش يحكيه بكل حرية، حتى الأشخاص اللي تحب تحكي باسم مستعار أو يتم تغيير الصوت مع الناس حتى إشكالية أنه يفضفضوا يحكيه. نحن هوني رانا مانيش باش ناخذوا اتصالات باش نحكموا على عباد أو أنه تكون عنا أحكام مسبقة على الأشخاص، نحن فقط هوني باش نسمعوا نتعلموا من تجارب الناس الأخرى، خاطر ديما نقول مش الناس كل تعيش نفس التجارب، لكن كلنا النجم نتعلموا من تجارب الآخرين. إذا ناخذ أيمن معنا على التليفون. أيمن مرحبا. ألو، السلام عليكم. مرحبا بك يا سيدي. الله يعينك. لاباس الحمد لله. إذا أيمن، أنت باش تحكي لنا على أشخاص مقربين شوية منك، بما أنه تقول أنه راجل يخون زوجته مع صديقته المريضة بالسيدة ويعدي زوجته في إطار المعاشرة، باش تعطيني أكثر تفاصيل في الموضوع هذا يا أيمن. تفضل. من أقرب الناس لي اسمه صاحبي برشا، كان اثنين. صاحبك برشا؟ ديجا نصحته برشا مرات وهو ما غالب عليه، ماشي فيه غالب على طول الخط. صار عمل علاقة مع واحدة من مصر، مصرية. في الخارج مش في تونس. أنا في تونس، هي ملخية أصلا، هي في تونس، مصرية اللي في تونس. مصرية تعيش في تونس، أي؟ إذا كانت عنده علاقة بها المرأة هذه. يعطيك الصحة، وما كانت مطولة العلاقة وما ساقش المرة الأولى واللي لاحظت عليه العائلة كل اللي صارت الملامح الخطيرة على المرتب بله هو. بي كيفاش هالملامح هذوما؟ شنو هو اللي اكيد هو كان عنده صديقته هذه اللي حكيت لنا عليها، اي من مصريه تعيش في تونس، كان يعاشر فيها وكان في نفس الان يعاشر في زوجته. زوجته عداها بالمرض هذايا، مرض السيده. كيفاش فاقوا بالوضعيه هذه؟ كيفاش عرفت المراه اللي هي مريضه بفيروس نقصان المناعه؟ هي كانت صديقته، وهي اللي مرضت برشا واللي كان يعاشر فيها ولاحظ عليها المرض. اي بعد ولا شنو ما العوارض؟ شنو العوارض اللي خليها؟ صار عندي برشا، سمحني، صار برشا في الوجه، تحس كتر دم فيش وجه، يصفر اصفر اصفر يلا فيه. اصفرار في الوجه هي؟ اصفرار في الوجه، وعندك فيها حتى تساقط الشعر زاد. اي هذا اللي شو زيت اللي واضحين، فهمتني؟
من بين الحاجات الأخرى يقال إنه الفيروس VIH هو ما فيهش عوارض، معناتها ما تنجمش تلاحظ الشخص، ينجم يعيش وهو سيرو بوزيتيف عنده الVIH هذية الفترة طويلة وحتى حد لا يلاحظ الإشكالية هذية. لكن في بعض الأحيان علاش اسمه فقدان المناعة المكتسب؟ على خاطر الشخص اللي يبدأ عنده الVIH يبدأ تعب في ساعة يمرض برشا ديزانجينا ريبيتيسيون دي برانشيت فاشل، إذا ما عندوش مناعة لأنه هو الVIH هذية إل ستاك للإيمونيتي للمناعة متاع الشخص، فيبدأ الشخص هذا ممرض. والعلامات اللي تكون متقدمة شوية هما بعض الحبوب اللي مرات يجيوا في شيرة اليد، لكن مش من شيرة الكف، معناتها من قدام، دونك بعض الحبوب اللي يطلعوا في اليد. دونك تقريبا هذوما العوارض اللي معروفة. لكن انت تقولي صديقته تعبت، دونك وليت عندها اصفرار، ولا عندها تساقط شعر، وليت تعبة، نفس العوارض اللي صاروا لصديقته صاروا لزوجته، ولا كانت عندها عوارض أخرى أيمن؟ هذيك هي الجيست اللي هو باش تعاقب مرته كذلك. هو يعاشر مرته، عاشت مع صديقته برشا راهو أكثر من 4 سنوات راهو، وهم على علاقة. والشوز اللي صارت على صاحبته صارت على مرته. دونك لاحظ إنه فما عبارة عوارض مشتركة. يعطيك الصحة، عوارض مشتركة، نفس الصورة كيما يشوف فيها هي يشوف في الأخرى، كيف لا ميم شوز. إي دونك شنو اللي صار وقتها؟ والله هو خلى جمرة في قلبه، ما حبش حتى يقول لمرته وشبه لي هرب كومبليتمون. عنده توا ما فاقدينه أكثر من 8 ولا 9 شهور ما تتأكد من المرض. إي ما بانش وما كلمش وما يدري عليه حتى حد وينته. معناتها هرب، فقط خلى زوجته وخلى صديقته كيف الزوز في حالة، وخلى صغاره مش حتى مرته، خلى صغاره. باهي سامحني، هو صغاره جاو قبل العلاقة مع المصرية وإلا؟ لا الحمد لله لأنه من بين الحاجات الأخرى يا أيمن، خاصة بالنسبة للأزواج اللي بيناتهم معاشرة دائمة، لابد أنه يكون فما الوفاء. هذه أكثر حاجة نقي بها أنفسنا، معناتها أنه يكون فما وفاء بين الأزواج، بين الزوج وزوجته، حتى لا تكون هنالك مجموعة من الأمراض اللي تنجم تكون منقولة جنسيا، ولا حتى فما لأنه لي زي ام اس تي لي مالادي سيكسوالمون ترانسميسيبل، وفما لي زانفيكسيون سيكسوالمون ترانسميسيبل اللي هما لي زي اس تي. دونك هذوما امراض اللي يجيو من خلال المعاشره واللي تنجم تعجي بها زوجتك والا زوجك والا غير هذا، اذا ما فماش وفاء. لانه من بين الطرق الاخرى للوقايه هو انه نلبسوا الواقي، انه كذلك نتجنبوا نستعملوا نفس الزر طريقة. ذيك علاش لازم لابد أنه تكون فما رقابة في الموضوع هذية. معناتها اليوم العائلة اتحطمت. هل مرأة زوجته أيمن، هل زوجته عرفت اللي هي مريضة بالVIH؟ أكيد بما أنها كانت هو علاقته معها طيبة برشا وتحبه برشا، لسكرته ما حبتش تقول أصلا. ما قالتش الموضوع هذا لحتى حد، والله ما قالتها لحتى واحد، ولا يعلم بها واحد كيش أقرب الناس ليه اللي هو أنت، وأقرب الناس ليه زاد من صحابه حتى دارهم لا، وبيها وأمها لا. قعدتش معك في تواصل الرجل هذا على الأقل إنه تمشي تطلع على زوجته وصغاره؟ اللي معمول لله باش نعملوا بها هي، وكا يبعث كل مرة حاجة هيك نوصلها ولا أكثر لأقل. ما عادش عنده باش يقابل، فهمتني؟ ما عادش عنده باش يقابل، باهي هو اللي محاول حتى باش يشيل الانتحار اصلا. لانه مرته كانت معه وفيها ومشكلته علاقتهم الاولى كانت عن حب، وخذوا بعضهم عرس معناها عن حب. اما الله غالب يصير هيك، هو غلط والغلطه تكلفت له غاليه، لانه هو ما جناش على نفسه فقط بل جناه على عائله كامله. صح، صغار وصغار برشا يا أيمن، وإلا كبار شوية في العمر؟ عندك والله صغيرين. صغيرين 8 سنين اللي ما
ودمر روحه ودمر عائلته. هو اللي ندم انه اتمنى جد فيه هو ما اتمنى جد فيه مرته. اكثر حاجه اللي ندمته هو فهمتني. ما عادش عنده حاجه باش يقابلها اكيد غير انه يغرر بيشد الغربه ولا يخبر. السلام عليكم. ان شاء الله ربي يسترنا ويحفظنا والحمد لله. ان شاء الله ربي يسترنا ويحفظ كل الناس اللي تابع فينا، لانه الوضعيه صعيبه. وكما قلت ايمن، في بعض الاحيان راهو فما عباد مرضوا بالفياش ومشكل اللي ما عملت ليدهم لساقهم. هذه الاشكاليه ديما الاشخاص اللي تعداوا من خلال زريقه، والا الاشخاص اللي استعملوا دم فاسد في اطار عمليه. دونك هذا من غير حتى رقابه صحيه والا طبيه. دونك هذا شنو معناتها؟ اما بالنسبه لصديقك ان شاء الله ربي يكون في عونه، وخاصه زوجته، وخلى في جرته صغيرات. هذيك هي الاشكاليه، شفنا كيفاش عدم الوفاء في بعض الاحيان يسبب مشاكل كبيره برشا. اكيد نشكرك ايمن على الشجاعه وانك حكيت لنا القصه هذه. مازلنا باش نتواصلوا معاكم على 31 380 ألف، هذا الرقم اللي مشروع على ذمتكم. كذلك 58 550 706، هذايا الرقم زاده الثاني اللي مشروع على ذمتكم باش تتفاعلوا معنا في موضوع حلقتنا نحكيو على السيدة. ناخذوا بشير معنا على التليفون. بشير مرحبا. الو، مرحبا بك. مرحبا بك يا سيدي. الحمد لله. الحمد لله. سي بشير، كنت نقص الراديو اللي بهذاك، والا تسكروا من المستحسن حتى تنجم تسمعنا ونسمعوك بالبيت. باهي. اذا سي بشير، باش تحكي لنا انت اليوم فيما يخص الرصيده؟ فما واحد هنا عمل الرصيده. لا، سكر الراديو، سكروا سي بشير يفضلك باش نجم نسمعوك، لانه الصوت قاعد يعاود راه. اي تو صحيح سكرها. صحيح تو تنجم تسمعني ونسمعك بالكدا. احكي لي. اي حب واحد ولد رصيده يدور عادي، بعد يمشي للقهوه، يمشي شالوا السبيطار. ما فيش شويه كبير تروح على يوم الرصيده. شنو في الإطار حرر الدب وهو عنده سيدة. إي. معناتها خرج من الإطار، خلوه حر طليق، يعني في الناس، يعني في الناس، يعني في معناتها والله مشكلة كبيرة هذه. سيدة خاطر باش تعرفها واحد، باش الظاهرة تاعها، إذا مرض حتى ملازمة فيك. تأثر فيه المرض، أي مرض. أي مرض أكيد، هو لأنه ما عندوش مناعة، حامل الفياش ما عندوش مناعة. أي. اي مرض ياثر فيه بعد، حتى اصبر فيه اي حاجه. حتى قريب انجين، تلقاه ديما ممرض، ديما تاعب، شاحب، بدنه ماهوش متحمل حتى شيء، حتى فيروس. دونك لانه المناعه نتاعو مفقوده. فقط سي بشير. ما عندوش مناعه، سي بشير، انت قلت لي فما شكون في الحومه عندكم مريض بالسيده، كيفاش عرفت الموضوع هذايا؟ شكون هو؟ عرفت هو مشى للسبيطار، حرروا له الدم وهو مريض بالسيده. جاي قال لكم في الحومه راهو انا مريض بالسيده؟ اه قال لك. اي. ما تعديش، واحد يشرب معاه الماء ولا حاجه ما تعديش، كان بالدم. ما تعديش، كان بالدم، صحيت. لانه انت سي بشير تعرف اش قلت لي سي بشير؟ قلت لي انا مانيش عارف كيفاش شخص مريض بالسيده يمشي للسبيطار من بعد يسيبوه. هل من رايك معناتها اللي عنده سيده لازم يحبسوه في المستشفى ولا يحطوه في السجون ولا ما فهمتش؟ ينزل يعملوا له حل. كيما شنو بعد. شنو الحل اللي تقترحه سي بشير؟ عارف كيما شنو، خاطر هو ينجم يعني حتى 50 حتى 100 ينجم يعني المرض بعد ياسر هذا السيد هذايا. معناتها شوفوا له بعد كيفاش، والله مش عارف الحل شنو. لانه هو ما فماش علاج للمرض هذايا، يقعدوا ياخذوا الاشخاص اللي عندهم الفياش يقعدوا ياخذوا اون تري ثيرابي، معناتها ثلاثه دويات ياخذوهم الى الممات، معناتها الدواء هذاك يعيش به الشخص هذاك باش يقوي شويه في المناعه ويحاول يحاربك الفيروس اللي عنده. لكن ما تنجمش انت تجي لشخص مثلا باش تحط له بلاك اللي هو مريض بالفياش يا سي بشير، والا انك والا معناتها هو الشخص اللي مريض بالسيده لازم يكون عنده وعي كيفاش انه هو ما يمشيش مثلا شماتة في الاشخاص الاخرين، انه يمشي يعدي اشخاص اخرى. لازم يكون عنده وعي انه المرض هذا يتعدى بزوز طرق، يا اما علاقه جنسيه اللي ماهيش بروتيجي، معناتها ماهيش محميه،
والا أيه. عن طريق الدم، هذوما زوج حاجات، ولا عن طريق الدم سواء كان بزريقه والا غيره. ف هذوما الحاجات اللي لازم اللي عنده الفياش يرد باله باش ما يعديش اشخاص اخرى. وكنا سمعنا برشا حكايات وبرشا روايات في فتره ما، حتى في قسم الطب الباطني، انه بعض الاشخاص اللي عندهم الفياش كانت عندهم غش كبير او غلو كبير، نقمه كيفاش اللي هما مرضوا. وفي فتره ما سمعنا، ما نعرفش كان الحكايه، انا قالها لي مره دكتور، انه بالسورانج يحطوا في السورانج ويحاولوا باش يعديوا الطاقم الطبي غادي. وصارت الحكايه هذه، وفي تونس صارت الحكايه هذه، وناس كل سمعت بها سمع بها الموقف هذا. يقول لك هذا مريض خلي البلد الناس كلها معي، لكن مش معقول والله. يجب يعملوا له حل، يخرجوش من القطار، والا يعملوا له حل بعدها. هو يعدي 50 و100 و50 دم، معناتها يعدي برشا اكثر من الكورونا هذيا. لازم يعملوا له حل بعد، لازم يعملوا له حل ايجابي تو يدور في الحوض. ما يقولهمش، وكان يقولوا انا مرض بسيط تو يحتفظوا منه، يقولوش هو. لانه هو مرض شخصي، ما نجمش يقولوا للعباد الكل راني انا مرض شخصي باش يقابل. ما عادش يحبش على كل شيء بعد. لا يأتي دم ولا يتسلط في واحد شيء، بعد واحد مريض الله يشفيه. صحيح، لازم يكون عنده درجة من الوعي. الدرجة من الوعي هذه يمكن بعض الأشخاص عندهم منها، لكن بعض الأشخاص يفقدوها، يفقدوا الوعي هذه والمسؤولية، لأن مسؤولية هذه. مسؤولية يقول لك أنا مريض خلي البلد يسكروا معي. هذه مانيش قاعدة ماهيش باهية. لازم يعملوا الحل، لازم يخرجوا في السيطار، والا يعملوا الحل يعزلوها على الناس. يعزلوها على الناس. يعزلوها على الناس مره واحده. شو الطريقه هذه يعني؟ فما حتى طريقه غير الطريقه هذه، يعزلوها على الناس. هذا رايك اكيد. انت مسؤول على الكلام اللي انت تقوله سي بشير، لانه يمكن بعض الاشخاص توا حاملين الفيروس هذا. وكنت قلت من البدايه انه بعض الاشخاص لا عملت لا يدهم لا ساقهم، ويلقاو رواحهم مرضى بالفيروس هذايا. انه نوصلوا نعزلوا شخص على خاطر وهو مريض، يمكن هوني في قاسية شوية الكلمة اللي قلتها سي بشير. على كل نشكروك، ونزيد نذكر ونقول انه كل الاشخاص اللي تتصل مسؤولة على كلامها، وهذا فضاء مفتوح حر. نكلموا ونتصلوا كان بالناس اللي الكهول، اكيد ما همش ناس صغيرين قاعدين يحكيوا في المواضيع هذه، خاصة وين الموضوع هذايا يتم تناوله في برنامج